بسم الله نبدأ دائما وأبدا، وبحمد الله ننتهي إن شاء الله. أبنائي وبناتي الطلبة في كل مكان، أهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات اللغة العربية. النهاردة هناخد مع بعض موضوع من موضوعات القراءة المقررة علينا هذا العام، وموضوعنا النهاردة بعنوان سبيل النجاح. موضوعنا سبيل النجاح، والموضوع ده هو الدرس الأول من الوحدة الثانية، وعنوانها العمل شرف. نشوف مع بعض أهداف موضوعنا النهاردة، ونستعرض مع بعض، وبنقول في نهاية هذا الموضوع إن شاء الله يكون المتعلم قادرا على تحقيق 3 أهداف: الهدف المعرفي والوجداني والمهاري. بالنسبة للهدف المعرفي، بنقول يتعرف الفرق بين الطموح والطمع، الفرق بين الطموح والطمع. الهدف الوجداني بنقول بيقدر صفة الطموح وتنمو لديه الرغبة في النجاح بإذن الله. الهدف الأخير وهو المهاري بنقول فيه يلخص الموضوع ويذكر طرق النجاح المختلفة. دي أهداف موضوعنا النهاردة سبيل النجاح، ونشوف مع بعض مضمون درسنا النهاردة إيه. بنقول يتناول موضوعنا أهمية العمل والطموح والعزيمة الصادقة، فهي سبيل النجاح والطريق إلى بلوغ الآمال، فالآمال متجددة ما بقي الإنسان على قيد الحياة، فهي تصنع الطموح والطموح يصنع العزيمة. يبقى الآمال بتصنع الطموح، والطموح بقى بيصنع إيه؟ بيصنع العزيمة التي تحقق التقدم والرقي للوطن. فطموح الموظف ينعكس على عمله، فينتظم ويحسن الأداء ويضاعف الإنتاج. طموح التاجر يكون في حسن معاملة الناس وصدقه معهم. وطموح العامل في تجويد عمله، يحاول يتقنه إلى أعلى درجة حتى يصل بالمنتج بتاعه إلى أفضل صورة. طموح الطالب بيدفعه إلى الجد والتخلق بمحاسن الأخلاق. يبقى ده موضوعنا النهاردة اللي هو عنوانه سبيل النجاح، وهناخد فيه 4 نماذج. هناخد نموذج الموظف والتاجر والعامل في مصنعه والطالب. ال4 نماذج دول نماذج بشرية كلنا بنتعامل معاها، وكلنا ممكن نكون مرينا بواحدة منهم. الموظف لازم بيجتهد في عمله، ولازم يكون عنده طموح. مفيش موظف بيقعد طول عمره محلك سر كده، زي ما بيقولوا، في نفس المكان اللي هو تعين فيه أو استلم فيه هذه الوظيفة من 10 أو 15 سنة، مش ممكن. الموظف ده بقى اللي عنده طموح، بيكون طموحه ده سبب في إنه يظهر على أدائه في العمل، فأدائه يتحسن حتى يترقى كل شوية ويصل إلى درجة وظيفية أعلى. التاجر بيكون عنده طموح، يعني التاجر اللي بيبدأ برأس مال 1000 جنيه، استحالة بعد 10 سنين أو 20 سنة يكون رأس ماله زي ما هو كده، يبقى ده تاجر فاشل، مش ممكن. لازم يكون في تقدم. رأس المال اللي بدأ بيه بعد 10 أو 15 أو 20 سنة، لازم رأس المال ده بنلاقيه ارتفع والتجارة بتاعته توسعت. بس ده مش هيتم إلا من خلال إيه؟ من خلال 2 حاجتين مهمين جدا: حسن معاملته مع الناس، والحاجة التانية
صدقه معهم في عرض المنتج بتاعه او عرض السلعه بتاعته بالسعر المناسب، ما بيكونش مغالي في سعرها. العامل بقى اللي بيشتغل في مصنع نفس الشيء، طموحه بيخليه يجود، بيغير في الالوان اللي بيستخدمها، بيغير في طريقه التفنيش بتاعه المنتج بتاعه، كل ده بيخليه يصل الى درجات اعلى في مصنعه او في العمل اللي هو بيقوم به. الطالب بقى، طموح الطالب ده بقى دايما بنحصره في النجاح، بس لا بالعكس، مش النجاح وحده بس هو اللي بيبقى الهدف الاساسي عند الطالب المجتهد والطالب الناجح. بنقول ان طموح الطالب بيخليه يلتزم بالسلوكيات الحسنه، بيخليه يتخلق بالاخلاق الحسنه الطيبه بمكارم الاخلاق ومحاسنها. ليه؟ علشان يبقى دايما طالب محبوب، طالب متميز. كل الصفات الجميله دي هتخلي هذا الطالب ناجح 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 وبتفوق. نشوف بقى مع بعض ايه عناصر درسنا النهارده. عندي مجموعه من العناصر. العنصر الاول بنقول فيه العمل طريق لتحقيق الامل. العنصر اللي بعده امل الانسان متجدد. يليه الفرق بين الطموح والطمع. آخر عنصر معايا في هذا الموضوع هنخليه للطموح، بنؤكد أن الطموح صانع التفوق. عشان تبقى متفوق لازم يبقى عندك طموح، ولا تكتفي بدرجة النجاح اللي أنت وصلت لها، لا لازم يكون عندك طموح أعلى وأعلى وأعلى. صور لنماذج النجاح. ادي الموظف، شايفين الموظف اللي بيجتهد في شغله، بيطور من عمله، دايما بيوصل لاعلى المراكز الوظيفيه في محل عمله. ادي التاجر، التاجر ده شايفين ما شاء الله الصوره اللي قدامنا، مجرد ان احنا بنقول ده تاجر خضار او فاكهه، كان عنده اول ما بدا بقفص طماطم وقفص بطاطس. شايفين التجاره بتاعته توسعت ازاي، بقت خضار وفاكهه وكل حاجه ما شاء الله. ادي العامل في مصنعه او العامل في مكان عمله، دايما بنلاقيه بيجتهد علشان يوصل لاداء افضل. وادي الطالب، لما نلاقيه بيذاكر وعنده طموح هنلاقيه بيذاكر وهو مقبل وعنده حماس، تمام؟ علشان كده بنلاقيه بيتفوق وبيوصل لاعلى الدرجات. طيب نشوف بقى عناصر الموضوع بتاعنا اللي احنا قسمناها الى اربع عناصر، ونشوف العنصر الاول بيقول لي العمل طريق تحقيق الامل. مع اشراقة الصباح يندفع الناس الى اعمالهم وقضاء حوائجهم، فالموظف الى مكتبه، والتاجر الى متجره، والعامل الى محل عمله، والطالب إلى مدرسته، فهؤلاء يندفعون وفي رأس كل منهم آمال يسعى إلى تحقيقها، وتمر الأيام وتتحقق الآمال، فيرقى الموظف ويربح التاجر ويزداد أجر العامل ويكون نصيب الطالب النجاح. ولكن هل تتوقف الآمال؟ لما يوصل الإنسان لدرجة تحقيق الهدف اللي هو كان حطه في دماغه، بعد كده خلاص دوره ينتهي كده ويقول خلاص أنا عملت اللي أنا عايزه ووصلت للي كنت بحلم بيه. العنصر الثاني أمل الإنسان متجدد. بنقول إن الأمل عند الإنسان متجدد ما بقي على قيد الحياة، يبدأ صغيرا وينمو ويكبر حتى إذا تحقق رغب في أمل أكبر بعزيمة أشد. طيب إحنا لسه كنا بنقول إن الطموح لا يقف عند حد، وأمل الإنسان ده دايما لازم يكون متجدد، بمعنى إن أنا بحط في
مخيلتي أهداف معينة، كل ما أو أصل إلى تحقيق هدف لازم أسعى وأجتهد إلى تحقيق الهدف اللي بعده. طيب أنا حققت التارجت بتاعي كله، كل الأهداف بتاعتي اللي كنت حاططها في دماغي حققتها. يعني مثلا أنا طالب واجتهدت في مذاكرتي ووصلت إلى أعلى الدرجات وجبت الدرجات النهائية في كل المواد اللي أنا بدرسها. إيه تاني هحقق إيه تاني؟ تحقيق هدف أعلى وأكبر. أول حاجة إنك تحافظ على مستوى نجاحك ده، ومستواك ده ما يقلش ما ينزلش، لا دايما يبقى فيه تصاعد. طيب انت خلصت سنوات الدراسة بتاعتك كلها، المرحلة الإعدادية طلعت منها بتفوق وبدرجات نهائية، دخلت المرحلة الثانوية طلعت منها بتفوق وبدرجات نهائية وطلعت الأول على الجمهورية، دخلت الكلية اللي كنت بتحلم بيها. مجرد ما خلصت دراستك في الكلية اللي انت تمنيتها او كنت حاططها هدف في دماغك، تحقق تاني ان يكون عندك هدف انك تحضر رسالة علشان تاخد الماجستير وبعدها الدكتوراه وتتعين معيد في الكلية بتاعتك. ونعمل زي مين بقى؟ الدكتور احمد زويل بعد ما حصل على شهادة الدكتوراه بتاعته وتعين بقى استاذ محاضر في اكبر الجامعات في امريكا، هل طموحه توقف؟ لا، كانت ابحاثه مستمره وما زال بيدرس وبيدور الى ان وصل الى جائزه نوبل. طب اول ما اخذ جائزه نوبل توقف؟ كانت برضو ابحاثه مستمره وشغال على طول في البحث والدراسه. عشان كده بنقول ان امل الانسان متجدد. نيجي نشوف مثال تاني زي الدكتور مجدي يعقوب. الدكتور مجدي يعقوب بعد ما وصل لأعلى الدرجات العلمية ووصل لدرجة ومكانة عالية جدا جدا جدا، بنقول كان واصل للطبيب الخاص للملكة في إنجلترا، بعد كده توقف؟ لا، أبحاثه ما زالت مستمرة إلى هذه اللحظة، وعامل مركز في أسوان، عندنا هنا في أسوان بيقول مركز دراسات القلب. يعني أبحاثه ما زالت مستمرة وشغالة إلى هذه اللحظة. تمام؟ عشان كده بنقول إن أمل الإنسان لازم يكون متجدد ودائم ومستمر. عنصر الجديد اللي بنقول فيه الفرق بين الطموح والطمع. وإحنا هنا جايبين الفرق بين الطموح والطمع ليه بقى؟ علشان ما نقولش إن أنا خلاص نجحت ووصلت لأعلى حاجة، خلاص بقى أعمل ستوب. عشان لو طمعت في اكتر من كده انا هبقى طماع. لا، في فرق بين انك انت تبقى طامح وبين انك تكون طامع. نشوف بقى بنقول ايه. هذه الامال المتتابعه هي التي تصنع الطموح، غير ان هناك فرقا كبيرا بين الطموح والطمع. ليه بقى؟ لان الطموح صفة من الصفات الكريمة، وهو مقرون بالعزيمة الصادقة والسعي الجاد. أما الطمع فهو صورة من صور الأنانية، بل هو صورة من صور الشر. عرفنا إيه الفرق بين الاتنين؟ الطمع صورة من صور الأنانية، بل هو صورة من صور الشر. ليه بقى؟ لأن الطماع لا يشبع ولا يرتوي، ويريد أن يكون عنده أكثر مما عند الآخرين، ويحاول أن يستولي على ما عندهم بغير وجه حق. عشان كده بنقول إن دايما الطمع بيظهر في المادة، في الفلوس. أما الطموح دايما بنلاقيه مركز فين؟ في العلم، في الثقافة، في التعلم، في الرياضة. تمام؟ يعني محمد صلاح دلوقتي ما شاء الله بقي لاعب من الأسماء البارزة جدا. لما نيجي نقول إن محمد صلاح بيحاول يصل إلى أن يكون أفضل لاعب في العالم، استحالة، ومحدش فينا يقدر يقول إن محمد صلاح عنده طمع. لا أبدا، ده طموح. تمام؟ رغبة في التفوق، رغبة في التميز. لكن الطمع بقى فيه شيء كبير جدا من الأنانية.
عشان كده بنقول ده صورة من صور الشر. أول حاجة كونك لا تشبع ولا ترتوي في العلم، ده طموح، لكن كونك لا تشبع ولا ترتوي في الفلوس يبقى ده طمع بقى. المفروض الإنسان يرضى برزقه. ونخلي بالنا بقى من الشعرة الصغيرة جدا اللي عند التاجر. طب ما التاجر طموحه بيبقى مادي، لكن طموحه بيبقى توسع علشان عايز يزود التجارة بتاعته. التجارة بتاعته لما تزيد حجم العمالة اللي عنده هتزيد. يعني الأول لما التاجر بدأ برأس مال مثلا 1000 جنيه كان بيشتغل لوحده، التجارة بتاعته كبرت وبقي رأس ماله كام؟ 10,000 جنيه. هيحتاج إن هو يجيب واحد يساعده في الشغل، يبقى كده هو كان سبب في إنه يفتح باب رزق لحد تاني. التجارة بتاعته توسعت بقيت 100,000، هيضطر إن هو يشغل 2 أو 3 تاني، وهكذا. عندنا المثال ده ظاهر في مين؟ في شخصية جميلة جدا اسمها الحاج محمود العربي بتاع أجهزة ومصانع توشيبا العربي. الراجل ده بدأ برأس مال ضعيف جدا، وصل لمرحلة لغاية ما بقي عنده على ما أتذكر أكتر من 30,000 موظف في المصانع والشركات بتاعته. يبقى ده نقول عليه ده طمع؟ استحالة، ده طموح. كونك بتكون سبب في فتح باب رزق لحد يبقى ده طموح مش طمع. تمام كده؟ يبقى كده احنا وضحنا الفرق ما بين الطموح والطمع. نشوف العنصر التالي، بنقول الطموح صانع التفوق. بنقول الطموح هو الذي يحرك العزيمة عند الإنسان ويشدها. فطموح الموظف في وظيفته ينعكس على عمله، فينتظم ويحسن الأداء ويضاعف الإنتاج. طموح التاجر ينعكس على مسلكه في معاملة الزبائن، وهو بسعيه إلى توسيع تجارته محتاج إلى كسب رضا الناس بصدق المعاملة والبعد عن الغش وقبول الربح المعقول. شفنا بقى ادي التاجر، علشان محدش يقول على التاجر اللي هو عايز يكبر 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 نقول عليه طماع، لا ابدا. تمام كده؟ طموح العامل يدفعه الى تجويد العمل والاهتمام به حتى يتفوق فيه فيتحسن اجره وترتفع مكانته. طموح الطالب يدفعه الى الجد والاجتهاد والصبر على طلب العلم والتخلق بمحاسن الأخلاق، ومن نتائج كل ذلك التفوق المستمر والفوز المشرق للوطن والمواطنين. يبقى موضوعنا انتهى، ونشوف بقى الموضوع بتاعنا في صورة سؤال وجواب. متى يندفع الناس إلى أعمالهم ولماذا؟ إجابة هنقول يندفع الناس إلى أعمالهم مع إشراقة الصباح. طب لماذا؟ هنقول لتحقيق آمال يسعون من أجلها. سؤال آخر بنقول فيه ما الآمال التي يسعى إلى تحقيقها كل من الموظف، التاجر، العامل، الطالب؟ بنقول يسعى الموظف إلى الترقي، يسعى التاجر إلى زيادة الربح، يسعى العامل إلى زيادة أجره، ويسعى الطالب إلى النجاح والتفوق. تمام كده؟ تاني، بما يتصف الأمل عند الإنسان؟ هنقول يتصف الأمل بأنه متجدد ما بقي الإنسان على قيد الحياة، ويتصف كذلك بأنه يبدأ صغيرا وينمو ويكبر. سؤال آخر، فيما يرغب الإنسان بعدما يحقق أملا؟ هنقول يرغب في تحقيق أمل أكبر. طيب، ما الذي يصنع الطموح عند الإنسان؟ الذي يصنعه الآمال المتتابعة.
ما معنى الطموح وما أثره على الإنسان؟ الطموح هو التطلع إلى المراتب العليا، وأثره يحرك العزيمة عند الإنسان ويشدها. طيب، ما الفرق بين الطموح والطمع؟ هنقول الطموح صفة من الصفات الكريمة، وهو مقرون بالعزيمة الصادقة والسعي الجاد. أما الطمع فهو صورة من صور الأنانية ومن صور الشر أيضا، لأن الطماع لا يشبع ويحاول أن يستولي على ما عند الآخرين بغير وجه حق. ما أهمية الطموح في حياة كل من الموظف، التاجر، العامل، الطالب؟ بالنسبة للموظف، عندما يكون طموحا ينتظم عمله ويتحسن أداؤه ويرتقي أعلى المراتب. التاجر عندما يكون طموحا يتحرى الصدق في تعاملاته ويبتعد عن الغش، فينال ثقة الناس ورضاهم. العامل عندما يكون طموحا يهتم بعمله فيتحسن أجره وترتفع مكانته. الطالب عندما يكون طموحا يجتهد في دروسه ويصبر على طلب العلم ويتخلق بمحاسن الأخلاق. نشوف اللغويات بقى مع بعض. إشراقة بمعنى طلوع، وعكسها غروب، وجمعها إشراقات. قضاء أداء. حوائج مطالب، وعكسها حائجة. متجري مكان تجارته. يندفعون يسرعون، وعكسها يبطئون. آمال معناها أحلام وأمنيات، وعكسها يأس. تمر تمضي، عكسها تتوقف. يرقى يرتفع شأنه، عكسها يتخلف. يربح يكسب، وعكسها يخسر. قيد الحياة ما زال حيا، عكسها الموت. ينمو بمعنى يزيد، وعكسها ينقص. رغب فيه بمعنى أراد، وعكسها رغب عن. ما هي الإرادة؟ جمعها عزائم. المتتابعة هي المتتالية أو المتواصلة، وعكسها المتقطعة. الطموح هو التطلع إلى الرفعة ومضادها اليأس. الطمع الرغبة في أخذ ما عند الغير، عكسها القناعة. الكريمة هي الأصيلة، وعكسها اللئيمة. مقرون مرتبط، وعكسها مفصل. الأنانية تفضيل النفس على الآخرين، عكسها الإيثار. يشبع يمتلئ، عكسها يجوع. يرتوي يشرب حتى يكتفي، وعكسها يظمأ. يستولي يسلب ويستحوذ، وعكسها يعطي. ينعكس يظهر أثره. ينتظم بمعنى يواظب. يحسن يتقن ويجيد، عكسها يسيء. مسلكه طريقته، وجمعها مسالكه. الزبائن هم المشترون، مفردها الزبون. رضا هو القبول، وعكسها سخط. الغش هو الخداع والتحايل، وعكسها الأمانة. تجويد إتقان، وعكسها إهمال. من هذا الموضوع مع بعض الأشياء اللي احنا تعلمناها من هذا الموضوع، أن الأمل والطموح هما سبيل النجاح. الطمع صورة من صور الأنانية. هناك فرق بين الطموح والطمع. لا يأس مع الحياة، ولا حياة مع اليأس. مع
وقت الصباح يندفع الناس إلى أعمالهم وقضاء حوائجهم، فالموظف إلى مكتبه، والتاجر إلى متجره، والعامل إلى محل عمله، والطالب إلى مدرسته. فهؤلاء يندفعون وفي رأس كل منهم آمال يسعى إلى تحقيقها. اختر الصواب. مرادف يندفعون، يدفعون، يقفون، يشترون، يسرعون. يندفعون بمعنى، برافو عليكم، يسرعون. جمع التاجر، التجار، التجور، التجارير، التجوار. طبعا التاجر والتاجر، التجار. طيب ما معنى الطموح وما أثره على الإنسان؟ هنقول مع بعض: الطموح هو التطلع إلى المراتب العليا، وأثره على الإنسان أنه يحرك عزيمته ويشدها. شوف تدريبات أخرى، غير أن هناك فرق كبير بين الطموح والطمع، لأن الطموح صفة من الصفات الكريمة، وهو مقرون بالعزيمة الصادقة والسعي الجاد، أما الطمع فهو صورة من صور الأنانية، بل هو صورة من صور الشر. اختر الصواب مما بين القوسين. مرادف الأنانية البخل، الكرم، الشر، حب النفس. طبعاً حب النفس. مضاد الطمع الرضا، القناعة، الجبن، الشجاعة. الطمع طبعاً مضادها القناعة. طيب ما الفرق بين الطموح والطمع من خلال الفقرة اللي احنا جايبينها؟ هنقول أن الطموح هو صفة من الصفات الكريمة، وهو مقرون بالعزيمة الصادقة والسعي الجاد، أما الطمع فهو صورة من صور الشر أو الأنانية، بل هو صورة من صور الشر نفسه. هنقول مع بعض: أهمية العمل والطموح والعزيمة الصادقة، فهي سبيل النجاح والطريق إلى بلوغ الآمال، فالآمال متجددة ما بقي الإنسان على قيد الحياة، فهي تصنع الطموح، والطموح يصنع العزيمة التي تحقق التقدم والرقي للوطن. فطموح الموظف ينعكس على عمله فينتظم ويحسن الأداء ويضاعف الإنتاج، وطموح التاجر يكون في حسن معاملة الناس وصدقه معهم، وطموح العامل في تجويد عمله، وطموح الطالب يدفعه إلى الجد والتخلق بمحاسن الأخلاق. يكون موضوعنا انتهى النهاردة. موعدنا إن شاء الله الحصة القادمة مع موضوع بعنوان فضل العلم والعمل، وده الدرس الثاني من الوحدة الثانية، عبارة عن نص شعري من إحدى موضوعات النصوص. كان معكم محمد الهادي، معلم خبير بإدارة أسوان التعليمية، مع خالص تمنياتنا بالتوفيق والنجاح الدائم بإذن الله. أترككم في رعاية الله وأمنه، وألقاكم دائما على خير إن شاء الله.